إخواني أخواتي السلام عليكم. أنا أقدم هذا الفيديو من جماعة أيت مزيغ في إقليم أزلال اللي هي بلادي الأصلية ولكن محقورة بزاف. محقورة بزاف خصوصا أيت مزيغ كما قالت الأخت. غنعطيكم بعض الأمثلة باش نثبت لكم باللي راه محقورة. أجوا معنا نشوفوا. مثلا الماء، الماء قالوا لنا ديروا الماء كان ها فين هو الماء. الماء كيجي من روح ذات السيمانة ها نص نص ساعة 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 باش نعمرو ها نص نص ما اش نشربو حنا اش نشربو حنا كيضطرو في 2019 ومازال أزمة ديال الماء مازال أزمة ديال الماء وكيضطرو السكان أنهم يمشيو 5-7-10 كيلومترات باش يسقيو الماء. وثانيا هو الشانطي، قلت لكم قبيلات على الطريق. شوفوا الشانطي كامل مصوبة، شوفوا الغبرة، شوفوا الغبرة أي واحد دات كتطلع الغبرة وكتطلع لديور الناس، كتدخل الناس بعد الغبرة. شوف الغبرة، شتي الغبرة؟ شوف الناس ها دغيا كتغبى. والأكثر وكيكونوا بزاف الحوادث هنايا بزاف وكتطلبوا أنه يجي شي مسؤولين، كتطلبوا أنه يجي شي مسؤولين، كتطلبوا أنه يجي شي مسؤول يجي شي كاميو يرش هاد الغبرة هادي يرشها باش مطلعش ديار الناس. أما المدارس غتلقى جوج فيها جوج اللي كاينين في جماعة أيت مزيغ، وهاد الجوج اللي قلت لكم كانوا وحدة هنا وقسم واحد جوج أقسام اللي كاينين في هاد المدرسة، جوج أقسام. الأستاذ الأول كيقرر من الكبار التالت، أما الأستاذ الثاني كيقرر من الرابع التالت. واش يفهموا مالين في حضاري واللي يسمعوا مالين على هو كيجمعهم في قسم واحد، مثلا التحضيري حتى الفاز كيجمعهم في قسم واحد، يعني شكون اللي غادي يفهم واش التحضيري ولا الثاني ولا الثالث؟ عاوتاني الاخرين بالنسبه للقسم الثاني يعني بحال الفوز الثاني في الرابع حتى السادس حتى هو خاص عاوتاني ما عرفتش شكون اللي غادي يفهم الاول، يعني كلشي تخلط شكون غادي يفهم. بالنسبه للسيات البوليجات ما غاتلقاش حتى شي واحد اللي قرا السادس باش انه يقرا في الكوليج خصو يمشي 30-20 كيلومتر لواويز باش يقرا. انا اللي بغيت نفهم هو فين هما هاد المسؤولين فين هما هاد المسؤولين ديال جماعات ايت مزيغ؟ ما كيعرفونا غير في الانتخابات، صوت عليك صوت عليك. من هم رئيس الجماعه ومن تن رئيس الجهه، فين هو الدعم اللي كتقدموا الدوله لهاد الجهه؟ من نهار انا اللي تولدت عقلت على راسي ما عمرني ما شفت شي تغيير في هاد البلاد، ما عمرني ما شفت شي دعم زادوا على هاد البلاد. هادي 20 عام ولا اكثر من 20 عام وهذا الطريق مازال ما مصوبه وما عمرها ما غتصوب الا ما زادوش لقدام بشي الا ما زادوش شي عمل تقني يصوبوا هاد الطريق. كنتمنى يتعاد نظر في امرهم هاد الجماعه بحيث هاد الجماعة يزيدوا القدام كما قلتي يزيدوا القدام وما غاديش يزيدوا القدام الا ما خدموش وداروا خدمتهم. وحنا بغينا وخاصنا نديروا حد للشطارة اللي كيخونوا هاد البلاد اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا وكيهملوها. اللهم كنتمنى من الشطارة يتقوا الله في هاد البلاد ويديروا خدمتهم ويخدموا هاد البلاد بالتقوى لهم الله ولا يمشيو بحالهم.